واحد السلام عليكم، اجي تشوفوا معايا الهم وتمارا اللي واقع هاد السيمانه. اوروبا والامريكان والصين رجعت في الترتيب الاسفل السافلين، بحيث الاقتصاد الجزائري ولا الثالث عالميا على لسان الزعيم المخضرم عمي عبد المجيد. اليوم اصبح اقتصاد الجزائر هو الاقتصاد الثالث في العالم. هو براسه ما عارفش اش كيدير تما ولا علاش عطاو الميكرو باش يهضر. نحارب الندره تاع المياه ونحاول نلبي طلبات اني هضرت على الماء عطش. لو المشكلة والطامة الكبرى ماشي داكشي اللي كيقول، المصيبة هما هادوك اللي كيأيدوه ويصفقوا عليه. انا اللي بان لي السيد الرئيس هو انت وهاد السيد كاينين في نفس المرتبة العقلية وخاصهم يسدوا عليكم في نفس بلاصة، اما شي مرتبة اخرى ما كايناش. هذا المهدي القزار، صحفي جزائري مزيود ومقيم في فرنسا، عنده تما بعض المقاولات الصغرى. جا قالك حتى هو جا لواحد القناة جزائرية وبقى يقزر في المغرب ويسب فيه ويطعم في الشرف ديالو في الحرمة ديالو. Je suis très fier que cet état voyou et cette voyoucratie diplomatique soit humilié devant la terre entière. المهم السيد تحمس فوق القياس وقال في حق المغرب كلام واتهامات خطيرة جدا، وللأسف هاد السيد ما دارش بحسب العواقب، حيت غادي يقطع رزقه بيدو بعد ما بسبب الأقوال ديالو تطرد من واحد البرنامج في فرنسا سميتو لي غراند غول، كان خدام فيه كرونيكور. suite au propos inacceptable tenu par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et l'émission de Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l'antenne. Que ce soit RMC ou les animateurs des Grandes Gueules se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel, ceci ne correspond pas aux valeurs d'RMC et DGG, point final, pas d'autres commentaires. واخا مورا هادشي خرج بواحد الفيديو ديال الاعتذار مدلول فيه ومبهدل اللي كيطلب السماحه من المغاربه، ولكن كاين شي حوايج ما يمكنش نساوهم وما يمكنش نسامحو فيهم. اما من هادشي كامل بقاو فيا غير وليدات الشمال مساكن، خلاو غير شويه ديال الضبابات طلعات لاحوا راسهم في البحر وداروا هجره جماعيه، كلشي بغى يخرج للسب تاعهم ومعاهم حتى البنات. صراحه دخلت للسب باش اصلا ندفع اللجوء، جالسه دابا في السيتي في الخيريه كما الناس كيسقسيوني. خصني نمشي فحالي اسبانيا بالضبط، ما عارفه شي فاهم حاليا، مو طاليكو فيه ضرب اخو بزاف. وهنا خص المسؤولين يراجعوا راسهم ويشوفوا الخلل فين كاين. منين تلقى دري عنده 15 عام وما كيشوف حتى مستقبل في بلاده راها مشكله. الحكومه في عوض ما تبقى مضيعه ميزانيه في المهرجانات الخاويه ولماسهم في الاضريحه باش يلهيو الشعب. ديروا مصانع، ديروا شركات، خلقوا فرص شغل، تهلاو في الشباب ديالكم واش ما كتبغيوش بلادكم، حيت المستقبل ديال البلاد راه هو الشباب. قد ما تهليتوا فيه قد ما غتزيد بلادكم القدام، حيت هاد الشيء راه ما كيفرحش للاسف وما كيبشرش بالخير. واخيرا وفي اطار الاخبار الغريبه جدا، أزمة وطنية ديال الخيار في إيسلندا بسبب واحد تيك توكر معروف شارك مع الناس شلاضة ديال الخيار وكل شي ناض بغى يديرها. وماشي غير صنف واحد، لكن الأشكال والأنواع، كل نهار كيحط فيديو مختلف بالخيار. إوا خاصك النيت تكون مؤثر، النيت ديال بصح وعندك متابعين صحاح باش تسبب في أزمة وطنية بسبب فيديوهات ديالك. وكنقولوا لهذا المؤثر لوغان اللي أصله كندي، بصحتك شلاضات ديال الخيار وبصحتك حتى الملايين ديال التيك توك. اخيرا الحمد لله على شتا هاد السيمانه في بلادنا، ربي كبير الحمد لله ورحمته واسعه. اللهم صيبا نافعا غير ضار، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. خوتنا المغاربه عافاكم، ما تبقاوش توضوا بزاف عاوتاني راه كتضيعوا الماء، خليوا لافوكات تنبت في خاطرها.